بسم الله الرحمن الرحيم، اهلا وسهلا بكم وحياكم الله. وصلنا عند درس، احنا بعد نفس الدرس يعني اللي هو فات، هو اسمه المتغيرات العشوائيه المنفصله والمتصله. واولا متغير عشوائي المنفصل توزيع ذي الحدين. المهم اخذنا المتغير العشوائي، وصلنا عند ذا الحدين. ماشي، وصلنا عند مين؟ ذا الحدين، ذا الفكين، يعني ذا الفكين وذا الحدين. المهم ما علينا، بدنا نبلش نشرح ذا الحدين. اولا القانون تاع ذا الحدين عشان ما تخافوش. لام، هاي القانون، لام سين يساوي راء يساوي، هاي ثلاث اقواس، واحد اثنين ثلاث. نون راء ألف، واحد ناقص ألف راء، نون ناقص راء، كل هذا قانون مش راح نستخدمه. الحمد لله تخافوش، مش راح نستخدمه. أنا عارف هذا الدرس هيك عامل مشكلة عند ناس كثير، يعني يقول لك هذا الحدين هذا زينخ. القانون هذا صعب، أنا عارف أنتو بعض الناس يمكن حفظته خلاص تعبوا فيه وحفظوه، بس أنا بقول لك هذا القانون ما راح نستخدمه، يعني تخافوش ما راح نستخدمه. احنا راح نستخدمه بس ما راح نستخدمه. كيف يعني؟ يعني هاي القانون احنا راح نحل عليه بس ما راح نستخدمه. ما علينا. المهم السؤال ذا الحدين طبعا في افكار كثير، في افكار ايش؟ كثير. ايش الافكار اللي عندك على ذا الحدين؟ عندي افكار. سؤال يكون مباشر. ايش يعني مباشر؟ يعني بيحكي لك ان السؤال هذا على ذا الحدين، هو في السؤال بيحكي انه هذا على ذا الحدين. طيب وفي سؤال غير سؤال مباشر، في سؤال بيجي كلام لفظي ما بيحكي انه هو هذا على ذا الحدين، ما بيحكي انه هذا على ايش؟ على ذا الحدين. وفي عندك سؤال من ضمن الاسئله، من ضمن الاسئله راح يجينا، في سؤال بيكون الالف مجهول، في سؤال عندنا سؤال الكرات برضه هذا على ذا الحدين، في سؤال مباشر بيجي على ذا الحدين، في سؤال لفظي، في سؤال ألف مجهول، في سؤال كراء، في سؤال عندي بسميه أنا سؤال عكسي، خلاص؟ سؤال عكسي، مباشر طبعاً في منه اكتب جدول التوزيع الاحتمالي، اللفظي راح يجينا فيه بعض الشغلات، وفي سؤال فيه ألف مجهول، ألف مجهول هذا في الكتاب الجديد مش موجود السؤال تبع الالف مجهول هذا في الكتاب الجديد، بس هو موجود في الامتحانات الوزاريه وموجود للنظام القديم، فاحتياطا راح اعطيكم اياه اللي هو الالف مجهول هذا. سؤال الكرات هذا سؤال قديم مشهور اجى عده مرات في الوزاره، والسؤال العكسي هو سؤالين بس اجى مرتين بالوزاره، نفس النمط. السؤال المباشر والسؤال اللفظي هسه بنشوف القصص هاي كيف بنتعامل وياها. ماشي، جاهزين، قول بسم الله. بسم الله، خلوا لي هدول على جنب هيك، ان شاء الله راح نبلش فيهم هيك نشوف ايش القصه هاي. وهون نكتب ملاحظات. ابلش من الكتاب ولا اخذ هيك امتحانات وزاريه شغل واقعي؟ كتاب اولا يعني. طيب يعني ما تدخلش على امتحانات الوزارية على طول، يعني شوية شوية نبلش. ماشي، بدي اروح انا اول مثال اللي هو مثال 3 صفحة 243. مثال 3 صفحة عندك بالكتاب 243. ركز معي هون وتنح هون لانه طريقة الحل بدها اولا تشوفني وانا اكتب كيف الطريقة. مثال 3 بحكي لك اذا كان س متغيرا عشوائيا ذا حدين، اذا كان س متغيرا عشوائيا ذا حدين، هو حكى انه ايش؟ هذا السؤال على ايش؟ على ذا الحدين. طيب عرفت انه السؤال على ذا الحدين، وهو حكى بالسؤال ان هذا السؤال ذا حدين، عرفت انا انه ذا حدين، ذا فكين، ماشي، شو اعمل؟ اذا عرفت ان السؤال على ذا الحدين، على طول مباشرة اول ما تعرف ان السؤال على ذا الحدين تكتب هدول، نون، سين، الف،
واحد ناقص ألف. هدول الأربعة واحد اثنين ثلاثة أربعة. هدول الأربعة ثابتين في سؤال ذا الحدين. أول ما تعرف إن السؤال على ذا الحدين تكتب نون سين ألف واحد ناقص ألف، نون سين ألف واحد ناقص ألف، أبدا ما في مجال. طيب عرفنا إنه هذا على ذا الحدين، كتبنا نون سين وألف واحد ناقص ألف، ماشي. كمل قراءة السؤال. بيحكي لك معاملة نون يساوي ثلاث، السؤال نون يساوي ثلاث وألف أربعة بالعشرة. أربعة بالعشرة بتكتبها هيك، أربعة على عشرة، أربعة بالعشرة أربعة عشرة. السين تعتمد على النون، السين والنون مربوطين ببعض، النون والسين، السين والنون مربوطين ببعض. عندك نون ثلاث، سين تبلش من صفر واحد اثنين لحد ما توصل لوين؟ للثلاث. إذا السين معتمدة على النون، عرفت النون؟ عرفت السين. إذا عرفت النون عرفت السين. كيف؟ هاي النون عندي ثلاثة، السين تبلش بإيش يا جماعة؟ صفر، وتبلش تعد صفر واحد اثنين لحد ما توصل لوين؟ لثلاثة. ألف أربعة بالعشرة، ألف أربعة بالعشرة يعني برضو واحد ناقص ألف وألف، هدول الاثنين مربوطين مع بعض. كيف؟ الكسر هاد برضو هون في كسر، المقام نفسه دايما، المقام نفسه ايش دايما. وبنطرح، اطرح يلا، عشرة ناقص أربعة ست. طب لو كان عندي اللي تحت مثلا واحد ناقص ألف ستة على عشرة، ألف برضو هذا كسر، تحط كسر، المقام نفسه واطرح، عشرة ناقص ستة أربعة. ماشي تمام الأشياء هاي لحد الآن. يبقى السؤال على ذا الحدين تكتب نون سين ألف واحد ناقص ألف، نون أعطيك في السؤال ثلاث، إذا سين صفر واحد اثنين لحد ما توصل لنون، ألف أربعة بالعشرة واحد ناقص ألف المقام نفسه، وبنطرح عشرة ناقص أربعة ستة، عشرة ناقص أربعة إيش؟ ست. طيب ماشي، بقول لك جيت كل مما يأت، جيت كل مما يأت. رقم واحد، رقم واحد بده يا سيدي العزيز لام سين يساوي اثنين. هسه نبلش الشغل تبعنا، هسه نبلش الشغل تبعنا، بده لام سين يساوي اثنين. كيف احلها هاي؟ طبعا انا حكيت لكم القانون ما راح يعني اكتبه، القانون راح احله مباشرة. كيف استاذ بتحله مباشرة؟ لام سين يساوي اثنين، تفتح ثلاث اقواس، واحد اثنين ثلاث. استاذ ليش عامل القوس هذا كبير وهذول الصغار زي هيك؟ هذا القوس الاولاني توافيق، القوس الاولاني قوس توافيق، وهي اقواس عادية. طيب كيف اعبي الاقواس هذول؟ انتبه معي الان، هاي اهم نقطة، اهم نقطة. كيف اعبي الاقواس هذول؟ هذول الاربعة واحد اثنين ثلاث اربعة اللي هم النون والسين والالف والواحد ناقص الف، بعبيهم في الاقواس بالترتيب، بعبيهم في الاقواس ايش؟ بالترتيب. اول ايش عندك مين؟ نون، حطهم ثلاث، نون ثلاث، حطهم ثلاث. بعدين سين، طب استاذ سين صفر واحد اثنين ثلاث، اخذ مين؟ تاخذ اللي بده اياه بالسؤال، هو السؤال بده سين تساوي كم؟ اثنين، اذا هون اثنين. بعدين الالف اربعة على عشرة، والواحد ناقص الف ستة على عشرة. هذا اللي تحت بيجي هون، هذا اللي تحت بيجي هون، وبطرح ثلاث ناقص اثنين واحد. ولا اسهل، ولا اسهل منه. استاذ عيدها والله، هو مره منك الحمد لله. بعيدة ليش لا؟ إذا بده لام سين يساوي اثنين، لام سين يساوي اثنين، ثلاث أقواس. طبعا أنا راح أكتب ثلاث أقواس هدول، هسا بنفتح مش ثلاث أقواس، 300 قوس هسا مع المسألة، كل مسألة ضلك فتح أقواس. طيب حكينا الأربعة هدول، الأربعة هدول إيش؟ الأربعة هدول، الأربعة هدول بدي أعبيهم هون بالترتيب. ماشي؟ أول إيش عندك مين؟ نون. بعدين سين اللي بده اياه اثنين، الف اربعة على عشرة، واحد ناقص الف ستة على عشرة، الاثنين هاي بتيجي هون، اطرح ثلاث ناقص اثنين واحد. بدنا نطلع الجواب، ثلاثة اثنين التوافيق لما يكون الفرق بينهم واحد باخذ مين؟ اللي فوق. ضرب اربعة على عشرة تربيع، اربعة على عشرة تربيع، ضرب ستة على عشرة أس واحد يعني ستة، ستة عشر. ممكن تفك التربيعات يعني تصير ثلاث ضرب
4 تربيع 16 على 10 تربيع 100 ضرب 6 على ايش؟ على 10. هيك الحل تمام 100%. خلص لحد هون 100%. حابب بتزود بتزود زي ما بدك. 3 ب6 18 ضرب 16 على 10 ب100 على 1000. حابب تضرب وتطلع الجواب اضرب وتطلع الجواب. اما لحد هون ممتاز، لحد هون ممتاز جيد جدا. ماشي يا جماعه سهل هذا سهل. في مشكله؟ في مشكله؟ هذا رقم واحد. هذا رقم ايش؟ رقم واحد. طيب رقم اثنين، رقم اثنين نفس السؤال. هاي رقم واحد. طيب رقم اثنين نفس السؤال بده لام. رقم اثنين مطلوب لام سين اكبر من او يساوي واحد. لام سين اكبر من او يساوي واحد. انتبه علي الان في النقطة اللي جاية هاي. لام سين اكبر من او يساوي واحد. هاي اكبر من طبعا. هاي ايش؟ اكبر من. اكبر من او يساوي واحد. طيب ايش يعني اكبر من او يساوي واحد؟ يعني واحد اولا. الواحد اثنين. شو الاكبر من الواحد؟ في اثنين وفي كمان ايش؟ ثلاث. وفي كمان ثلاث. يبقى سين اكبر من او يساوي واحد. يعني عندك الواحد والاثنين والثلاث. ايه هذا بده كل المساله بس مش هين عليه تارك مين؟ الصفر. لما يجيك سؤال زي هيك انو الاكثر؟ انو الاكثر اللي بده اياه ولا اللي ما بده اياه؟ ما بده اياه. بس شيء بسيط. بس اللي بده اياه ايش؟ كثير. اللي بده اياه كثير. طب احل اللي بده اياه ولا اللي ما بده اياه؟ ما بده. انا ما بحلش اللي بده اياه طالما بده شيء كثير. انا بحل اللي ما بده اياه. اللي ما بده اياه خلاص. تمام يا جماعه. جاكر. هذا سؤال جاكر. يعني هذا سؤال ايش؟ الجاكر. كيف هو بده سين اكبر من او يساوي واحد. اكبر من او يساوي واحد. اكبر من او يساوي واحد يعني الواحد والاثنين والثلاث. الواحد والاثنين والثلاث بده هدول. ما بده الصفر. يا سلام لو انه بده الصفر يكون اريح. طب احكي لك انا ما بدي احل اللي هو طالبه الواحد اثنين وثلاث. انا بدي احل مين؟ الصفر. سيبني منه. طيب بدك تسيبك منه وتجاكره. هذا بيكون مجانا؟ لا طبعا مش مجانا. مش مجانا. طب شو اعمل يعني مش مجانا؟ ايش التكلفة تاعتها؟ قديش بتساوي هاد؟ تحطيه واحد واحد ناقص بس. لما بدك تجاكر شو تعمل؟ تحط ايش؟ واحد ناقص بس. هذا اللي بتسويه. خلاص؟ واحد ناقص، واحد ناقص. ايش اللي ما بده اياه؟ اللي هو مين؟ الصفر. خلاص يبقى لام سين يساوي لام سين يساوي صفر. يعني يساوي واحد واحد ناقص. هسا بطبق القانون على مين؟ على الصفر. كم قوس هون؟ ثلاث اقواس. واحد اثنين ثلاثة. واحد اثنين ثلاثة. طيب عبي بالترتيب. اتفقنا. اول شيء نون ثلاثة. تحت واحد. بعدين سين. صفر. السين صفر. بعدين الالف اربعة على عشرة. وستة ستة على عشرة. اللي تحت بيجي هون واطرح. ثلاثة ناقص صفر ثلاثة. طب تبع الجكر هذا سيبك منه. واحد ناقص ولا راح تسوي فيه شيء طول المسألة. انتبه علي هون. ثلاثة وصفر لما تشوف الصفر الجواب واحد. لما تشوف الصفر الجواب واحد. هسا هدول ضرب. واحد ضرب واحد بيفرقوا معي شيء؟ واحد ضرب واحد لا. إذا جماعة الأصفار هدول اعتبرهم ايش؟ جود باي مع السلامة. كأنهم مش موجودين جماعة الأصفار. شو راح يضل عندك؟ ستة على عشرة أس أس ثلاثة. ستة على عشرة أس. لا تفكش الأس. خلاص واحد ناقص ستة على عشرة أس ثلاثة. ممتاز. هيك هيك 100%. هيك وصلنا لنهاية الحل. تمام. أعيد الشغلة هاي. أعيد الشغلة هاي. ملاحظة هاي ضلك فاكرها. ملاحظة هاي ضلك فاكرها. إيش الملاحظة؟ بده سين اكبر من او يساوي واحد. يعني الواحد والاثنين والثلاث. ايه بده هدول كلياتهم. بدوش الصفر. انا بشتغل زي ما بده. انا بشتغل على مين بس؟ على الصفر. بس عشان اشتغل على الصفر اللي ما بده اياه ايش اعمل؟ واحد ناقص لام سين يساوي صفر. واحد ناقص بضل زي ما هي. واحد ناقص بضل زي ما هي. وتطبق على مين؟ على الصفر. تطبق على مين؟ على الصفر.
ماشي؟ طيب متوقع خالص. لا شو متوقع؟ كل شيء متوقع. شو اللي متوقع؟ احنا لسه حكينا. احنا لسه حكينا اي شيء. طيب هذا رقم 2، هذا رقم 2. طيب رقم 3 طبعا هم بجيبوا واحدة بالوزارة بس ما بجيبوا ليستة زي هاي. رقم 3 بده لام سين، اكتب لك اياها. 3 لام، هذا سؤال يعني عشان تتدرب. المهم تعرف شو الإشارة اللي هو حاطط لك اياها، إذا ما عرفتش الإشارة مشكلة. إيه شو كاتب هون؟ لام سين ايش هذا؟ أصغر من 2؟ هاي أصغر من 2، أصغر من 2، في مساواة؟ لا ما فيش مساواة، أصغر من 2، خلاص انسى السؤال اللي فات. أصغر من 2، إيش الأصغر من 2؟ هاي الاثنين، مين اللي أصغر من 2؟ الواحد؟ الصدر. طب آخذ الاثنين معي؟ لا ما باخذ الاثنين معي. مكتوب لام سين أصغر، هاي علامة إيش؟ أصغر من 2، هاي علامة أصغر من 2. وين اللي أصغر من الاثنين؟ هاي الاثنين، مين أصغر من 2؟ الصفر وإيش؟ الصفر والواحد. يعني بده الصفر وبده الواحد، بده الاثنين؟ لا مش مطلوب. طب امتى بتكون الاثنين مطلوبة؟ إذا كان في مساواة. طب ما فيش مساواة، خلاص اللي أصغر من الاثنين، أصغر من الاثنين الصفر والواحد. فبكتب هيك الآن لام، يعني بده لام سين يساوي صفر زائد لام سين يساوي واحد. جميل. هسا بدي أطبق القانون كم مرة؟ مرتين. كم قوس؟ 6. 1 اثنين. ليش اخذ عكسه؟ هو بده هدول، ما بده مين؟ ما بده هدول، هدول نفس هدول. ليش اعكس السؤال؟ في داعي اعكس السؤال؟ لا. زائد 1 2. الحركة اللي انا سويتها في السؤال اللي فات، في الفرع اللي فات، متى بستخدمها؟ مثلا لو انت عندك سين 0 1 2 3 4 5، نفترض بده من 1 لـ 5، اعكس السؤال ولا لا؟ ايه بعكسه طبعا، بحط 1 1 ناقص واحل على الصفر. طب افرض بده هيك، نفس السؤال برضه، بده الاثنين والثلاث والاربعة والخمس، اعكس ولا لا؟ اعكس. ليش؟ لانه هاي بده 2 3 4 5، ما بده مين؟ الواحد والصفر. اعكس، حط 1 ناقص. طيب افرض بده هيك، افرض بده الثلاثة والأربعة والخمس، أعكس السؤال؟ لا ما رح استفيد يعني، ما هدول ثلاث وأعكس السؤال، هدولك إيش؟ هدولك ثلاث، هدولك ثلاث. عرفتوا متى بنعكس السؤال؟ لما يكون بده إشي كتير وتارك إشي بسيط، وتارك إشي إشي بسيط. طب نرجع لسؤالنا هذا. أيوة ثلاث أقواس زي كمان ثلاث، لمين؟ للواحد. يلا نعبيهم هدول. أول إشي حطهم مين؟ نون 3، بعدين سين اللي هو 0، بعدين ألف 4 على 10، 6 على 10. هذا بيجي هون 3 × 0 = 3. عبي الثاني، أول إشي نون 3، بعدين سين اللي بده إياه 1، 4 على 10، 6 على 10. الواحد يجي هون 3 × 1 = 2. طيب جماعة الأصفار، مع السلامة مع السلامة. ضل عندي 6 على 10 + 3 زائد 3 1، الواحد ما بيأثر بالجواب، الواحد ما بيأثر بالجواب، بيطلع مين؟ بيطلع الجواب 3 ضرب 4 على 10 ضرب 6 على 10 تربيع، 6 تربيع 36 على مين؟ خلاص هيك الجواب، بس هيك لحد هون 100%. سهل ولا صعب؟ سهل سهل، فيش هذا ذا الحدين مباشر، يبقى ذا الحدين هذا المباشر مباشر ذا الحدين، وخدنا فيه النوع الاولاني. النوع الثاني اللي هو شو بنعمل فيه؟ بنعكس، نعكس السؤال. متى بنعكس السؤال؟ اذا بده اشياء كثير وتارك اشي بسيط. طب متى بنعكس السؤال؟ كيف عكس السؤال؟ لما نحط ايش؟ 1 ناقص 1 ناقص، لما نعكس السؤال 1 1 ناقص. طيب ماشي، هذا نوع من انواع الاسئله، لام سين يساوي 3. تدريب 3، تدريب 3 نفس الكلام، تدريب 3 نفس الكلام. مثال 4،
خلينا ناخذ مثال 4 هسه. مثال 4 ها مثال 4 نفس الصفحه. مثال 4 الصفحه اللي بعديها. مثال 4 244. تبع معي مثال 4 هيك. مثال 4 بحكي لك اذا كان س متغيرا عشوائيا ذا حد. س متغيرا عشوائيا ذا حد. طيب ذا حد عرفت ان السؤال على ذا الحدين. اول ما تعرف ان السؤال على ذا الحدين شو بتكتب؟ الاربعه هذول. حلو ممتاز. يبقى هذا السؤال ذا حد عرفنا انه هذا ذا حدين بكتب نون س ألف واحد ناقص ألف على طول مباشرة. حلو. وهو السؤال اعترف يعني لحاله، أنا ما جيتش ناحيته، هو حكى لحاله ذا حدين، أنا ما كلمته. بيحكي لك معاملة نون يساوي 3 وألف 3 بالعشرة. يبقى هون عندي نون 3 ألف 3 بالعشرة. 3 بالعشرة بتنكتب هيك 3 على 3 على 10. طب حكينا سين تعتمد على نون. إذا عندك نون 3 سين تبلش 0 1 2 3. ألف 3 على 10 1 ناقص ألف راح تصير كام؟ المقام نفسه يا جماعة دائما، المقام دائما نفسه 7 على 10. 7 على 10، هيبقى هون 7. من وين جبت هالسبعة هاي؟ المقام نفسه. 10 ناقص 3 تطلع عندك 7، هاي نون س، ألف 1 ناقص ألف. إيش المطلوب؟ رقم 1 في السؤال بيحكي لك جد، فجد كل مما يأتي، قيم س، بده قيم س. كتبناها هاي ولا بدنا لسه نكتبها؟ كتبناها. هي قيم س، 0 1 2 3. في مره من السنوات في الاسئله الوزاريه، مش من عندي، الاسئله الوزاريه حكى جد قيم س كانوا هيك 0 1 2 3 وكان عليه اربع علامات. هذول مره من السنوات، ما بعرف ايش كانوا صحيين ولا لا، بس انه كان في مره جد قيم س كانوا بيطلعوا هيك 0 1 2 3 وعلى اربع علامات. يا سيدي ما حبوا يهدوك هديه، ليش بتزعلوا يعني؟ المهم الصفر علامه، على الواحد علامه، على الاثنين علامه، على الثلاث علامه. طيب ما علينا. رقم 2 في السؤال، رقم 2 بيحكي لك اكتب جدول التوزيع الاحتمالي. جدول التوزيع الاحتمالي عارفين وعد جدول التوزيع الاحتمالي سامعين فيه الجدول تاع الحصه اللي فاتت. بدنا نعمل جدول ايوه اللي هو في سين ولم سين، بس كيف بدنا نعبيه هذا سين ولم سين؟ هاي يا حبيبي جدول هايو نحط قيم سين فوق واللام تحت. ايوه قيم سين فوق واللام تحت، بس تتبع معي شويه عشان ايش؟ الجدول هذا كيف بدنا نعبي هذا الجدول؟ طيب سين ولا مسين؟ السين معروفة. ماشي رح نختلف على السين، هون سين ولا مسين؟ السين عندك صفر واحد اثنين ثلاثة. طب اللامسين كيف بدك تجيبها؟ اللامسين يا حبيبي على قانون ذا الحدين، مش هذا السؤال على ذا الحدين؟ مش هذا السؤال على ذا الحدين؟ صح على ذا الحدين؟ بدك تجيب اللام س على ذا الحدين الان. طب كيف اجيب اللام س على ذا الحدين؟ هم كم وحده؟ على الاربعه، كل وحده لحالها، احنا شغالين على ذا الحدين، فبدك تجيب اللام س على ذا الحدين، كيف يعني استاذ؟ يعني بدك تجيب لام، بدك تجيب لام س يساوي صفر لحالها، بدك تجيب لام س يساوي واحد لحالها. بدك تجيب، مش انا حكيت لك رح نكتب 300 قوس هسه انت شو؟ لام س يساوي 2 لام س يساوي 3. وانا الصحيح بس احل هذا السؤال بحس حالي شغال في مطعم فول وفلافل. هسه بحكي لك ليش فول وحمص. هذا السؤال تبع الفول والحمص، ضلكم ذاكرينه ها؟ مطعم فول وحمص ابدا، هسه بنفتح المطعم. بتعرف تبع سندوتشات اللي بيعمل سندوتشات الحمص شو بيعمل؟ ايش اول شيء بيعمل؟ تلاقيه يفتح الخبز جنب بعضه، صح هيك؟ مثلا تقول له بدي 10 سندوتشات، بتلاقيه مسك ال 10 سندوتشات فتحهم هيك حطهم جنب بعض. انا بدي اعمل نفس الخطوه هاي، بدي افتح الاقواس هون، واحد 10 2 لا مش 10 سندوتشات، ثلاث واحد 2 12 سندوتش ايوه واحد 2 ثلاث. انا مش داخل في الرياضيات احسن انت شايفين، واحد 2 3 هيك اخذنا علامه هذا طلع عندك 100% هذا 100% موجود
ممتاز. هاي فتحنا الخبز. بعد ما نفتح الخبز شو بيعمل؟ بتلاقي ايش؟ حمص. حمص. شو الحمص هذا استاذ؟ اول شيء احنا دائما بنحط مين؟ النون صح؟ ثلاث. ثلاث صفر. ثلاث واحد. ثلاث اثنين. ثلاث ثلاث. هاي ايش؟ حطينا الحمص. بعدين بفغص الفلافل. خلينا نفغص الفلافل. هون بنحط الالف والواحد ناقص الف صح؟ اللي هم 3 بالعشرة 7 بالعشرة. 3 بالعشرة 7 بالعشرة. 3 بالعشرة 7 بالعشرة. ماشي يابا؟ 3 بالعشرة 7 بالعشرة. 3 بالعشرة 7 بالعشرة. بعدين شطة حامض. شطة بقول له كله شطة. كله ايش؟ شطة. هذا بيجي هون صح؟ معناته هذا 0 1 2 3 حامض يابا حامض اطرح 3 ناقص 3 0 1 2 3 هاي ايش عبينا السندوتشات ضل ايش؟ لف ضل تلف بس جماعة الاصفار تحكي لهم ايش؟ مع السلامة يعني شو ضل عندي؟ 7 على 10 اس 3 7 على 10 اس 3 خلاص هيك تفضل 7 على 10 اس 3 هاي اول سندوتش جاهز امزعلك اياها شيء؟ نيجي للثانية لمسي نسوي واحد ثلاثة واحد ثلاثة بيأثر في الجواب لا الواحد بيأثر في الجواب عفوا لا ثلاثة وهان ثلاثة على عشرة واللي بعدين سبعة على عشرة تربيع بتعرفوا السبعة تربيع قديش؟ 49 على كم؟ 100 ماشي يعني صار ثلاثة بثلاث تسعة تسعة بتسعة واربعين على عشرة على ألف لا لا خلاص حلوة هيك اللي بعديه هون 3 وهون 2 شو بيطلع الجواب 3 ليش 3 لان الفرق بينهم 1 3 على 10 تربيع 3 تربيع 9 على 100 ضرب 7 على 10 طب اللي بعديها 3 3 1 وابو الصفر هذا مع السلامه شو بضل عندك 3 على 10 اس 3 3 على 10 اس 3 طبعا 3 اس 3 27 على 1000 27 على 1000 وهاي 3 ب 9 ب 7 على 1000 3 9 7 على 1000 وهديك ايش زي طب استاذ افرض حليتها هيك وكتبت هدول في الجدول صح 100% ما في مشكله صح 100% هاي مكتوبات مكتوبات ماشي هيك تمام يبقى هذا جدول التوزيع الاحتمالي ممكن يطلب منك جدول التوزيع الاحتمالي جدول التوزيع الاحتمالي هو ايش سؤال الحمص زي ما انتم شايفين ها سؤال السندوتشات كيف لو اشرح لك سؤال الكبه هسه اذا فول وفلافل تقول لي جواب كيف سؤال الكبه لا ما فيش سؤال كبه اليوم اليوم بس فول وفلافل لا هي لسه بدي اعطيك كبه اليوم هذا الحدين والسؤال تبع ناعكس وخدنا سؤال جدول نكتب جدول التوزيع الاحتمالي الجدول لسه كثير ها ثلاث حصص لا هسه بنشد حالنا ان شاء خلاص بنشد سلم ايديك حبيب قلب الله يسعدك هسه انا هيك خلصت يعتبر اللي هو السؤال المباشر خلصنا المباشر يا جماعة المباشر نيجي للسؤال لفظي سؤال كلام يعني ما بيكون كاتب لك انه هذا على ذا الحدين انت لحالك بتعرف انه هو على ذا الحدين بالخبرة بالخبرة يعني بتعرف بالخبرة طبعا هذا الاسئلة اللي هي زي هيك هذا الجدول نيجي للسؤال اللي بيكون سؤال لفظي كيف اعرف انه هو على ذا الحدين وتحس ان السؤال تبع ذا الحدين هيك بحكي لك قصة السؤال لفظي بتحسه ما في قصة هيك يعني قصة تشويق زي ايش نبلش فيه زي ايش اللهم صل على سيدنا محمد في هاي هاي في تدريب في تدريب أربعة وفي قبل تدريب أربعة اذا بتحب هاي فيه هيك قصة قصيرة هون خلينا ناخدها وبعدين اروح على تدريب أربعة في عندك تدريب اثنين صفحة 242 تحتيها مكتوب توزيع ذي الحدين اللي هو بداية الدرس تحتيها
تدريب 2 صفحة 242 تحتيها مكتوب توزيع ذي الحدين وفي تحتها هيك مثال مش مكتوب لا مثال ولا تدريب بس كلام هيك مكتوب كلام عند أول الكلمة توزيع ذي الحدين تدريب 2 صفحة 242 صفحة 242 عند توزيع ذي الحدين أول إشي توزيع ذي الحدين مكتوب عندك باللون الأحمر هيك فيها شوي اسمع اسمع الكلام هذا شو مكتوب فيه بحكي لك أطلق قصة قصيرة خليكم معي لا تناموا أطلق صياد 5 رصاصات نحو هدف أيضا لا شغل لي خيالك أطلق صياد 5 رصاصات نحو هدف فإذا كان احتمال إصابته الهدف في كل مرة ثابتا ويساوي 8/10 فما احتمال أن يصيب الصياد الهدف 3 مرات هذا سؤال شبه قصة قصيرة هيك بعرف إنه هذا السؤال على ذا الحدين طب أنت كيف عرفت إنه على ذا الحدين في كلمة احتمال في كلمة احتمال أطلق صياد 5 رصاصات نحو هدف فإذا كان احتمال إصابته الهدف في كل مرة ثابتا ويساوي 8/10 فما احتمال برضو كمان مرة كلمة إيش احتمال يبقى السؤال اللفظي كيف بتعرف إنه هو على ذا الحدين تحس إنه هو قصة وفي كلمة إيش احتمال ماشي في قصة وفي كلمة إيش احتمال في كلمة احتمال طب واحد يقول لي أستاذ احنا خدنا كلمة احتمال قبل هيك مرت معنا في سؤال الأطفال وقطعة النرد والبطاقات المرقمة هدولك معروفات لحالهم هدولك إيش لحالهم أما هذا السؤال هذا اللي فيه كلمة احتمال على ذا الحدين يعني لما أجي أحكي لك سؤال عائلة لديها 3 أطفال ودل المتغير العشوائي دل المتغير العشوائي هذاك معروف إنه دل ومتغير عشوائي وسؤال أطفال هذا السؤال فيه كلمة احتمال بس ما فيش فيه كلمة متغير عشوائي ولا دل خلاص عشان نميز ما بينهم بس السؤال هذا فيه كلمة إيش احتمال يبقى أطلق صياد 5 رصاصات نحو هدف والسؤال هذا في كلمة احتمال وعبارة عن قصة قصيرة عرفت إنه على ذا الحدين طب إذا عرفت إن السؤال على ذا الحدين عطل شو بتعمل على السريع نون سين ألف واحد ناقص ألف خلينا نقرأ السؤال هاي القصة تبعتنا هيك بتروي أطلق صياد 5 رصاصات الخمسة هي لمين هاي للنون يا جماعة العدد الصحيح للنون العدد الصحيح للنون طيب فإذا كان احتمال طبعا هسه بنجيب السين معروف 0 1 2 3 4 5 لحد ما نوصل لنون فإذا كان احتمال إصابته الهدف في كل مرة ثابتا ويساوي 8/10 هاي 8/10 لمين معناته ألف 8/10 يعني 8 على 10 إذا ألف دائما بيطلع عدد غير صحيح دائما بيكون بالعشرة أو بالمية بالعشرة أو إيش أو بالمية طيب هاي عندي 8/10 اللي تحت المقام نفس المقام 10 - 8 = 2 يبقى 8/10 = 2/10 الآن بقول لك فما احتمال أن يصيب الصياد الهدف 3 مرات إيش يعني 3 مرات 3 مرات يعني لام سين يساوي 3 هذا معنى كلامه فما احتمال أن يصيب الهدف 3 مرات يعني لام سين يساوي 3 هسه بطبق القانون كم مرة واحدة كم قوس 3 واحد كبير والثالث 2 3 أول إيش بالترتيب نون 5 سين 3 8/10 2 2/10 الثلاث تجي هون وخمسة ناقص ثلاث 2 طب 5 فوق وثلاث تحت هاي توافيق تبعت أيام زمان بدي أسويها وين؟ على جانب كيف كنا نطلعها هاي؟ اللي هي مضروب اللي فوق مضروب الخمسة مضروب الثلاث ومضروب الفرق بينهم 2 افرط الخمسة مع مين؟ مع الثلاث اللي هي 5 × 4 × 3 مضروب على 3 مضروب ومضروب الاثنين 2 هاي مع هاي 2 × 4 = 2 × 5 = 10 اذا هذا بيطلع عندي 10 ضرب
8 على 10 اس 3 ما بعرفش بالكاي شو 8 على 10 اس 3 احنا بنعرف اس 2 بالعافيه 2 على 10 تربيع 2 تربيع 4 10 تربيع 100 هيك الجواب خلاص هيك الجواب 100% حاب تختصر 100 مع 10 10 مع الصفر بيطلع عندك 8 على 10 اس 3 ضرب 4 4 على 10 حلو هيك هيك يعني اخر جمال اخر جمال ممتازه واخر حلاوه ماشي يا جماعه عرفت السؤال لفظي طب اعطينا منه استاذ كمان سؤال سؤال لفظي كمان اكيد راح اعطيك ايش رايك نروح على تدريب 4 تدريب 4 روح على تدريب 4 توكل على الله حاضر 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 تدريب 4 صفحه 244 اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. ماشي؟ تمام؟ هاي؟ لا تنسوا يا جماعة نون عدد صحيح وألف مش صحيح نون صحيح وألف مش صحيح هيني بدي أخذ تدريب 4 صفحة 244 تدريب 4 صفحة 244 تبغوا هيك الكلام بيحكي لي غرس مزارع 7 شتلات هاي قصة شكلها بلشت بقصة غرس مزارع 7 شتلات وكانت نسبة احتمال هاي في كلمة احتمال فيش في متغير عشوائي هاي وكانت نسبة احتمال نجاح غرس الشتلة الواحدة 60% مع احتمال نجاح غرس 3 شتلات على الأقل 3 شتلات على الأقل طيب خلينا نكتب البيانات تبعتنا عرفنا انه هذا على ذا الحدين عرفنا انه في احتمال وفي قصة هاي القصة طيب غرس مزارع 7 شتلات اذا النون سين نون 7 معناته سين صفر واحد اثنين ثلاث أربعة خمسة ستة سبعة طول بالك ماشي وكانت نسبة احتمال نجاح غرس الشتلة الواحدة 60% 60% هذا مين؟ ألف 60 على 100 شوف يا جماعة 60 على 100 60% 60 على 100 بيروح صفر صفر مع صفر صارت 6 على 10 واحد ناقص ألف طبعاً على عشرة عشرة ناقص ستة كم؟ أربعة عشر أربعة عشر ممتاز ما احتمال نجاح غرس ثلاث شتلات على الأقل يعني ثلاثة وأكثر استنى الآن ثلاث شتلات ثلاث على الأقل ايش يعني ثلاث على الاقل يا جماعه يعني ثلاث ثلاث وينزل ولا ثلاث واطلع ثلاث واطلع ثلاثه على الاقل على الاقل يعني اقل شيء ثلاث اقل شيء ثلاث مفهومه شغله على الاقل ولا اكثر هاي ثلاثه واطلع طول بالك ثلاثه واطلع ثلاثه على الاقل يعني ثلاثه ايش واطلع يعني الثلاث والأربعة والخمس والستة والسبعة إيش رأيك نعكس ولا لا نعكس لأن شو هدول كم واحدة واحد اثنين ثلاث أربعة خمس هدول لك اللي ضلوا كم واحد اثنين ثلاث لا اعكس لا اعكس صحيح اعكس يعني ثلاثة على الأقل أولا خلنا نكتبها اللي هي لام سين أكبر من أو يساوي ثلاثة صح ثلاثة على الأقل يعني لام سين أكبر من أو يساوي ثلاثة ماشي ماشي طيب اعكس اعكس ولا لا اعكس طب اعكس شو اكتب واحد ناقص طب اللي ضايلين كم واحده بدك تحطهم بين قوسين يعني لام سين يساوي صفر زائد لام سين يساوي واحد زائد لام سين يساوي اثنين هاي عكسنا طب الواحد ناقص شو بسوي فيه ولا شيء واحد ناقص قوس الكبير تاعك بدي اطبق القانون كم مره ثلاث مرات نرجع لوين نرجع للمطعم نرجع لوين للمطعم واحد
2 3 زائد 1 2 3 زائد 1 2 3 سكر القوس الكبير ماشي. النون كم يا جماعة؟ النون 7 هشغل على مين؟ 0 1 2 0 1 2 الألف 1 ناقص ألف 16 14 16 14 16 14 16 14. طيب هذا بيجي هون وبنطرح 0 7 0 7 1 7 1 6 2 7 2 5. طيب الاصفار جماعة 1 ناقص. طيب تزعلش. طيب جماعة الاصفار جود باي. ضل عندي 4 على 10 والسبعة سهلة جدا. حسب لنا ابو عادل 4 على 7. طيب 7 و1 الواحد ما بيأثر 7 ضرب اس 1 برضو ما بيأثر 6 على 10 ضرب 4 على 10 اس 6 4 على 10 اس 6 زائد 7 2 اوف هاي بدها حسابات 7 2 صح ولا لا؟ نرجع للطوافير. احسنت. مضروب 7 مضروب 2 مضروب 5 فروط لي 7 مع مين؟ مع 5 7 6 الفروط لي 7 هي 7 ماسكه احنا في المطعم انتوا هي تهيئ لكم 7 5 2 مع 6 3 3 ب 7 الايام هاي 21 اذا 7 2 طلعت كم؟ 21 ضرب 6 على 10 تربيع سهلة هاي 6 تربيع 12 لا يا زلمة 36 10 تربيع 20 100 4 أس 5 4 على 10 أس 5 سكر القوس والله يعطيك العافية. كمان هو السؤال هيك بده يعني ليش ما بده سؤال احنا جاهزين احنا. طيب هذا سؤال لفظي هذا سؤال لفظي نشوف هيك ال لا الواحد ناقص هذا موجود برضه الواحد ناقص لحاله بس المنطقة هي فاضية ليش هيك فاضية؟ اه سيدي هدى اعصابك فيها مش مشكلة ليش في فراغ ما هون؟ ما عشان هدول راحوا وهدول كانوا هون هدى اعصابك فيه كلمة ايوه تطلع فيه وريح اعصابهم. طيب ال 2018 هي سؤال عليه 6 علامات اكتب الجدول بس خدنا كيف نكتب الجدول 2018 وال 2018 الثاني كمان سؤال الكرات هسه بناخذ سؤال الكرات سؤال الكرات. طيب ارجع هيك ارجع شيخ 2018 ارجع 2017 هيك بلكي لقيت لنا سؤال كلام 2017 2017 الالف مجهول الالف مجهول برضه لسه ما خدناهوش. طب ارجع كمان 2017 كمان مش كده ابو عادل ضليت كتير مش عارف اركز مش عارف الاقي الاسئله جيب ال 38 دقيقه برضه السؤال عكس ايه الجديد كله هيك اسئله مش ماخدينها ليش. طيب هو سؤال الكرات برضه خلاص أنا عرفت السؤال لفظي كيف؟ سهل؟ ولا ناخذ كمان سؤال؟ أي في كمان سؤال؟ إيش رأيك؟ والله ما بدها والله ما بدها شيء. حاضر. تزعلوش تزعلوش طيب يلا. أنا بدي قصة يلا. وفي ممكن يجيب لك كلمة على الأكثر مش على الأقل. عادي. عادي يعني؟ عادي. طيب. طب خلينا نحكيهم طيب وبعدين إيش؟ بعدين نتفاهم. يبقى يا جماعة كلمة على الأقل كلمة على الأقل على الأقل شو معناها؟ معناها إيش؟ معناها أكبر من أو يساوي. كلمة على الأقل معناها أكبر من أو يساوي أكبر من أو يساوي. وكلمة على الأكثر على الأكثر إيش يعني على الأكثر؟ على الأكثر يعني بالكتير على الأكثر يعني إيش؟ بالكتير يعني بتيجي إيش؟ أقل من أو يساوي. يعني نفترض عندي النون تساوي 0 1 2 3 4 5
هيك مثلا. لما ناخذ 3 شوفوا يا جماعة 3 واللي بعديها هيك صارت ايش؟ على الاقل على الاقل ناخذ العدد ونمشي ايش؟ شمال. كلمة على الاقل بنمشي وين؟ شمال. ناخذ العدد وشمال. طيب على الاكثر ثلاث ونزول. ايوه هيك 3 ونزول. هاي كلمة على الأكثر. كلمة على ايش؟ على الأكثر. يبقى على الأكثر شوين تروح؟ لليمين. هيك تروح هيك. خلاص؟ هاي على الأكثر هيك على الأقل. طيب وكلمة على الأقل يعني أكبر من. أكبر من أو يساوي. سين أكبر من أو يساوي. كلمة على الأكثر سين أصغر من أو يساوي. ماشي يا حبايبي؟ مفهوم هاي؟ مفهوم. طيب هذا يا سيدي العزيز السؤال اللفظي. هاي خلصنا السؤال اللفظي. لسه في مجهول الف؟ طيب ضل عندي كم سؤال الف مجهول؟ قعدتك عليه سؤالين مثلا؟ مثال 1 و2 سؤالين. طيب سؤال الكرات. سؤال الكرات بعطيك عليه برضه سؤالين. هاي 1 و2. السؤال العكسي سؤالين 1 و2. 6 أسئلة هدول. 6 أسئلة خلوهم للحصة الجاية. لا الحصة الجاية. طبعا 6 أسئلة بالضبط. شوفوا الآن انتبهوا علي. ضل علينا هدول الحصة الجاية بناخذهم 6 أسئلة هدول. 6 على الألف سؤالين. زي ما حكيت لكم الألف هات في الكتاب الجديد مش موجود بس موجود الأسئلة الوزارية بتعطوك إياها. سؤال الكرات ناخذ لنا عليه مثالين. والسؤال العكسي برضه ايش؟ مثالين. برضه هذا مش موجود بالكتاب الجديد بس موجود بالاسئله الوزاريه بعطيك اياه. يعني 6 اسئله. لا 6 اسئله ضايلات. 6 اسئله ضايلات. طيب فبضل علينا هذا السؤال بيخلص. هذا الدرس بيخلص. ده الحدين. بعد ده الحدين في العلامه المعياريه. في العلامه المعياريه. بعد العلامة المعيارية في التوزيع الطبيعي. لا يجب الطبيعي. وبعد التوزيع الطبيعي في الارتباط. الله لازم نحطه في التيمة. وبعد الارتباط شو فيه؟ لا الانحدار. اكيد واحد بس يرتبط بعدها بينحدر. خلاص مش مشكلة. ارتباط وبعدها انحدار. ماشي يا جماعة. يعني حصة 2 3 4 5 يعني بدنا تقريبا 10 أيام قبل رمضان راح نختم إن شاء الله. تقبل شيء 100% قبل ما خلص رمضان في العيد يعني راح إن شاء الله نطش. الله المستعان. الله يسلم. يلا يعطيكم العافية. نشوفكم الحصة الجاية إن شاء الله. 4 أيام راحة.